وعن القطاع الزراعي أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تحفيز الفلاح على زراعة محاصيل استراتيجية، وأشار أنه تم رفع حافز توريد أردب القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه. عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ابتدينا نتكلم على موضوع الزراعات التعاقدية، وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة. ويمكن آخر شيء مهم جدا إن أنا حابب أقوله هو اللي حضراتكم أكيد تابعتوه، برفع يعني حافز توريد الأردب من القمح من 1250 اللي كان مقر إلى 1500 جنيه. احنا النهاردة فقط الدولة المصرية مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي.